يا طفل السلام، منك نطلب السلام لوطننا وجميع الأوطان، كي نحيا في أمان ونرنم المجد لله في العلا، وعلى الأرض السلام وللناس المسرة. صباح الخير، صباح الأنوار، صباح الأعياد السعيدة لجميع مستمعي ومشاهدي الراديو الكلداني. الآن سأكون معكم أنا جنان يوسف بوقفة جديدة، الآن باستضافة الراديو الكلداني الأستاذ ضياء بطرس، رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق. سيكون لنا اتصال مباشر ويا. نطلب من جميع مستمعينا ومشاهدينا اللي عنده مداخلة، عنده سؤال، أهلا وسهلا بجميع مداخلاتكم وأسئلتكم. بالإمكان الاتصال بتليفون الراديو الكلداني 635-3364، أو بالإمكان الاتصال عن طريق ماسنجر أخونا عدنان منصور، أو بالإمكان كتابة أي سؤال أو مداخلة عن طريق فيسبوك الراديو الكلداني. فنرحب بجميع مداخلاتكم. أعتقد هسه صار الاتصال لايف مباشر ويا أستاذ ضياء. نقول ألو. أيضا أريد أنوه مستمعينا ومشاهدينا اللي يريد يشوف هالحلقة أو هالفقرة من برنامج السلام، نقدر أو تقدرون تفتحون فيسبوك الراديو الكلداني وتشوفون هالفقرة صوت وصورة. طبعا أشكر جميع مشاهدينا ومستمعينا اللي تعلقون إنا بالفيسبوك الراديو الكلداني، هاي من الصبح من الساعة 8 لحد الآن جانا كثير من التعليقات، كثير من التهاني، شكرا جزيلا وأيامكم سعيدة. إجا الاتصال، نقول ألو. ألو، مرحبا. ألو ألو أستاذ ضياء. نعم، أهلا وسهلا. صباح الخير، مساء الخير، وأيامك سعيدة وسنة مباركة. شكرا، مساء الخير يمنا وصباح الخير عندكم. شكرا جزيلا أستاذ. أيامكم سعيدة، ميري كريسمس، هابي نيو يير، سنة سعيدة وعيد ميلاد مجيد إلى جميع مستمعين راديو الكلداني، إلى الكلدان اللي موجودين بالعراق والعالم أولا، والمسيحيين جميعا. آمين إن شاء الله. شكرا جزيلا. ضياء بطرس، رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق، طبعا تشرفنا بك بحضورك اليوم ويانا كصوت من كردستان العراق إلى أمريكا. احنا سمعنا بعض الأمور حدثت في كردستان العراق، خاصة عن عودة الأحذية بصورة صليب إلى أسواق أربيل. نتمنى تحكي لنا على هذا الشيء. اتفضل أستاذ. نعم، طبعا هذه ليست المرة الأولى، هذه المرة الثالثة تتكرر، حيث في سنة 2017 أيضا في محلات ماكسيمول اللي هي شركة تركية، وعالجناها في ذات الوقت، وطلبت من الجماعة بأن يسجلون دعوة، وفعلا تم تسجيل دعوة من قبل منظمة السورايا وتم إحالتها إلى المحاكم. يبدو أن الجماعة لم يتابعوا أمورهم فبقيت على الرفوف. العام أيضا تزامنت قبل أعياد الميلاد ورأس السنة، ووردتنا أخبار أيضا أن أحد الماركتات في دهوك قد مارس نفس العملية، واتصلت في جمعية نهدرة وأيضا نفس الشيء، ولكن لم يقوموا بأي إجراء. هذه السنة بعد أن بالليل يوم السبت ليلا أبلغوني بأن هناك نفس الحالة قد تكررت في إحدى المولات في محافظة أربيل، شارع شورش، بمحل وماركة اسمها FLO فلو. فأبعدت كل الأمور وقلت سأشرف عليها بنفسي. نعم. يعني يبدو أنه تحتاج إلى قرار حاسم وشخص بحيث يدخل في المجال. فهذا كان يوم الأحد صباحا، اتصلت بسيد المحافظ، أبلغته بقضية معينة، قال لي أوكي. قلت له لا تعمل أي إجراءات إلا أن أذهب بنفسي وأرى الموضوع، لأنه لا أريد أن أعتمد فقط على الفيسبوك. وفعلا توجهت إلى المحل المذكور في ميجا مول، وذهبت إلى البائع ورأيت بأم عيني مجموعة من الأحذية النسائية سوداء اللون، وقلت له هل هناك بعد مجموعة في المخزن؟ قال نعم. ورأيت أيضا بأم عيني الكارتونات في المخزن، فصحبته وقلت له
أخي أن في القانون العراقي هذا يدخل في ازدراء الأديان وعقوبته 7 سنوات سجن، لأنك تهين وتستخف بأحد الرموز الدينية ألا وهو الصليب المقدس اللي موضوع تحت الكذا. فاتصلت بالسيد المحافظ، قلت أنه ياب هذه حقيقة موجودة وأنا رأيتها بأم عيني وأخذت الصور. فورا دز مفرزة من المحافظة وقال ماذا تريد؟ قلت له أول مرة يجب أن يقفل المحل كإجراء أولي ووضع اليد على هذه البضاعة، نعم. ثم نحن سنقوم بالإجراءات القانونية. فعلا تم وضع اليد وتم غلق هذا المحل، ولكن هذا المحل ليس فقط لوحده، فهناك أيضا في محافظة دهوك ومحافظة سليمانية أشعرناهم أيضا، وأيضا فاميلي مول. فتم غلق كل الماركة هذه أو المحل اللي باسم هذه الماركة في هذه المولات. ويوم أمس أيضا قمت وعملت كتاب رسمي إلى الإدعاء العام، وأصبحت الهيئة وأنا بتوقيع الشخصي المشتكي، وطالبت حسب القوانين المعمولة بمحاسبة الشركة الموردة التي أوردت هذه، وأيضا المحل الذي قام ببيعهم، نعم. وأيضا المناطق الحدودية أو المنافذ الحدودية التي دخلت فيها البضاعة. فاليوم كان لنا نحن في الهيئة نشاط مع رئاسة الإدعاء العام أيضا، وأيضا تكلمت بهذا الموضوع وطلبت من مجموعة، قد لربما في خبر في صفحتي في فيسبوك راح تلاحظون اليوم، نعم. من رئيس الإدعاء العام ومجموعة من أعضاء الإدعاء العام في إقليم كردستان، ووعدوني بأنه سوف يأخذون الإجراءات الحازمة وتحال إلى المحكمة ويفتح فيها ملف تحقيق رسمي. ولكن مثل ما تعرفون من يوم غد إلى 4 بالشهر هي عطلة رسمية في إقليم، فيوم 5 بالشهر سأتابع الموضوع وسندلي للرأي العام ولأبناء شعبنا إلى ما آلت إليه المحاكم ومجريات الأمور والتحقيق. أستاذ ضياء، هالبضاعة من تتجي؟ يعني مصدرها من هو الممول؟ تفضل. الممول شركة تركية، من تركيا تدخل عبر المنافذ الحدودية، نعم. ولهذا الأساس أنا لم أكتفي فقط في الإدعاء العام، ولكن خابرت وعملت كتاب رسمي أيضا بتوقيعي إلى مكتب وزير التجارة والصناعة، نعم. وطالبت منا بأن تكون تعليماته مشددة أكثر ويصدر تعليمات فورية إلى كافة المنافذ الحدودية بمنع إدخال مثل هذه البضائع، ليس فقط التي لها إساءة إلى الدين المسيحي بل إلى كل الأديان، نعم. لأن اليوم عملا على المسيحيين غدا على الإيزيدية وعلى غيره وغيره وهكذا. هذه طبعا نحن ننظر لها ليس فقط هي الإساءة للأديان بقدر ما هي عملية التخريب في، نعم. الأمن الوطني، وأيضا لتخريب التعايش وقبول الآخر واحترام الآخر الموجود في إقليم كردستان اليوم، لأن الأديان والقوميات حقيقة في الإقليم لا مشكلة لدينا. يبدو أن بعض الأشخاص يحاولون بجعل التفرقة وخلق المشاكل من أجل خلق صراعات دينية لهم غاية فيها، فنحن يجب أن نكون بالمرصاد لهم وأن لا نقبل مثل هذه الأمور. نعم أستاذ ضياء، هذا المحل FLO وقلت لهم أكو محلات بدهوك وسليمانية كانوا يبيعون هالشكل بضاعة، أصحاب المحلات البائعين هل هم عراقيين؟ لا، أيضا هم يمكن مجموعة عمال التنظيف أو التصفيت، نعم. عراقيين، ولكن العمال الرئيسيين اللي مشرفين على عملية البيع وأيضا على المالية يعني الأمور المالية واستلام المبالغ هم أيضا من الأتراك من قبل نفس الشركة، نعم. نعم أستاذ ضياء، الشكوى إجت من الناس من السكان؟ خلينا نقول أنا صدفة بالليل بعد ما رجعت، نعم. فتحت الفيسبوك ولاحظت أنه منشور أكو في الفيسبوك فتابعت، نعم. حتى يعني لاقتباس مجموعه من مثل ما نقول المعلومات لارى ما هو الموضوع، فتوضح لي بانه موجود بفلان، اتصلت انه هل رايتموه؟ قالوا نعم، ولكن مع ذلك انا ثاني يوم الصبح
أثناء الدوام طلعت لأراه بعيني أفضل مما أنا اعتمد فقط على الفيس، قد لربما هذه بضاعة قديمة أو كذا، حتى تكون بعملية الشكوى ومطالباتنا مصداقية أكثر. نعم. وفعلا نشرت الخبر وصورتي موجودة بالمحل، وأنا أتناقش مع مشرف المحل اللي موجود في المول. نعم أستاذ ضياء، هالشكل أمور مثلا تركيا خلينا نقول أو أحد الشركات التركية اللي هي بتركيا وتابعة لتركيا تيسوون هالشكل أمور بالعراق، هل هذا يعني لأمر معين تيسوون تفرقة الشعب العراقي مثلا، بلبلة بالمجتمع العراقي؟ تفضل. بالتأكيد هي تدخل في هذا القالب. نعم. مثل ما قلت قبل قليل في حديثي، لأنه أولا لماذا تتزامن مع 10 أيام أو أسبوع قبل أعياد الميلاد ورأس السنة؟ نعم. هاي 3 حالات في نفس الوقت. ثالثا لماذا بالذات الصليب وعلى أرضية الحذاء؟ وصليب ليس فقط بشكل خطين، وإنما صليب من هذا اللي أنتم تعرفون اللي نحن بالسورة نسميه قشمة، يعني هذا العريض الكبير. نعم. يعني مسألة مقصودة، وعندما يباع فإذا هذه معناته أنه رسالة، وقد لربما بعض الناس، لأنه أنت تعرفين أن طبايع ونفسيات الناس بأشكال مختلفة. نعم. قد لربما هي تتلذذ بهذا الموضوع. هي ليست فقط مسألة الصليب بقدر ما هي مسألة المقدسات، لأن المقدسات يجب أن تكون محترمة، وليس بهذا فقط في العراق وإنما في كل دول العالم، ولكنه بالعراق دستوريا وقانونيا حسب قانون العقوبات العراقية 111/1969 هناك مواد خاصة بهذا الموضوع. نعم. التي هي ازدراء الأديان، ازدراء الأديان، التشهير بها أو التقليل بها أو الاستخفاف بها، هذه المادة مشمولة وتعتبر جنحة، والجنحة ولها عقوبة، يعني من 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 الجنح الكبيرة ولها سجن، يعني مو بس حبس سنة سنتين أو 6 أشهر، لا، تتعدى 5 سنوات. فهذه المفروض أن يلتزموا بها. هنا طبعا شعب إقليم كردستان وحكومة إقليم كردستان، لا أقول جميعا ولكن الأكثرية منهم قد استنكروا ويستنكرون بالدوم. نعم. ولكن يبدو أنه هناك مجاميع من الأشخاص يحاولون خلق البلبلة وبالذات على المسيحيين، ويستخدمون، لأنه مثل ما تعرفين إذا استخدموا أي رمز من الرموز الديانة الإسلامية عند ذلك تحدث مجازر وحرق. نعم. وقتل. ولكن نحن بالتأكيد طبقة مثقفة، صحيح نتألم بما يحدث ولكن نفكر بالعقل والمنطق، لأن القانون هو السائد والقانون هو يحمينا، وسنأخذ حقنا بالقانون ليعتبر عبرة للقادم الأيام أو قادم السنين ألا تتكرر هذه المسألة مرة أخرى. هذه أولا. ثانيا أيضا طالبنا من حكومة الإقليم بالإعاز إلى الوزارات والجهات المختصة بأن يكون تفتيش على البضائع التي تدخل بصورة جدية أكثر. نعم. وفرض ليس فقط العقوبات المالية، بل فرض عقوبات جزائية قانونية على أي شخص أو مجاميع أو شركات. نعم. تقوم بإدخال مثل هذه البضائع، ليس فقط الحذاء، قد لربما في بضائع أخرى أيضا تتكرر. هذه حكومة إقليم كردستان حقيقة مستجيبة معنا ولا تقبل بهذا الأمر، وبالذات رئيس الحكومة السيد مسرور برزاني، وقبله أيضا كان نيتشرفان برزاني أيضا كان نفس المشاعر، سيتخذون إجراءات حاسبة بهذا الموضوع. نعم أستاذ ضياء، حسب علمك أن يوجد مثل هالشكل بضاعات في بغداد أم في جنوب العراق، أم فقط المشكلة أو السالفة أو البضاعة موجودة في شمال العراق؟ تفضل. هذه الشركة حقيقة حسب متابعاتي واتصالاتي والأصدقاء الموجودين، إذا كان بوسائل التواصل أو بالتليفون المباشر، اتصلت في بغداد وجنوب العراق بأن هذه الشركة أيضا لها فروع في بغداد أو أعتقد كان أيضا في النجف. نعم. فراحوا بحثوا عن الموضوع لم يجدوا، إما لم يجدوا أم لم تكن موجودة أم رفعوها أم لم يشعر بها أهالي المنطقة لأنه لا يعيرون اهتماما لهذه القضية. نعم. هذا لا أعلم، ولكن
انه نحن رصدناها في اربيل. بالتاكيد انا متاكد بان كون هذه الشركه هي شركه كبيره ولا فروع، مثل ما ورد اوردت هذه الاحذيه الى اربيل، بالتاكيد هي قد وضعتها ايضا في محلات اخرى، ولكن باجرائنا بقفل بغلق المحل وايضا الايعاز الى رئيس الشركه الاصلي في تركيا، أوعز إلى بقية شركاته برفع كل هذه الأحذية من تلك المناطق. نعم، استضياء هذه البضاعة قبل رفعها، هل كان أكو إقبال من الجماهير لشرائها؟ تفضل. طبعا أنا ما أعتقد بالنسبة إلى المسيحيين أو بالنسبة للأديان الأخرى أيضا يتقبلوها، لأنه ليس فقط من استنكر بيعها هم من المسيحيين من ابناء شعبنا وبالاخص من المناطق اللي يعيشون في اربيل. انا ايضا وردتني رسائل من مجموعه من الاخوه المسلمين عندما كانوا مع عوائلهم في هذه المنطقه، ابلغوني ايضا باجراء اخذ الاجراءات لانه لم يشتروها، بالرغم من انه صاحب المحل كان قد وضع عرضا لانه من يشتري زوج حذاء ياخذ الزوج الثاني فري. واو، هاي احنا يمنا هنا نسميها باي 1 جيت 1 فري. هاي هو مكتوبه اذا انت تلاحظين الصوره باي 1 جيت 1 فري، مكتوبه بقطعه حمراء مكان اللي اني ماخذ الصوره. نعم نعم، هاي تيسوون تشجيع للناس على مود يشترون هالشكل بضاعه. طبعا هسه احنا نخليها الصوره في فيسبوك الراجل كلداني، اللي يريد يشوفها من مستمعينا ومشاهدينا يقدرون يشوفوها عن طريق فيسبوك الراجل كلداني. اي تفضل استاذ ضياء. يعني انا خلينا نكون منصفين، هي لم تكن هذا الاوبشن باي 1 جيت 1 فري فقط لهذه الاحذيه، وانما لكل الاحذيه اللي كانت موجوده بالمحل. نعم نعم. استاذ ضياء، عندنا مداخله من شاعرتنا برنادت شمعون تقول هذا بعد سياسي وليست صدفه، ما رايك بهالمداخله؟ أنا أتفق مع السيدة برناديت، نعم هذا ليس الصدفة، لأنه لو كانت الصدفة كان حدثت فقط عندما كانت في سنة 2017، ولكن تكرارها ل 2018 وأيضا في هذه السنة، نعم أنه هناك غايات مبيتة ومقصودة، ولهذا الأساس مثل ما قلت أنا بتحمس وبقوة واستخدمت كل علاقاتي، وأيضا ككوني ملتزم بالواجبات المتعلقة على عاتقي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وهذا من أحد واجبها، فبكل صراحة دخلت بالموضوع وأصبحت أنا جزءا من المشتكي ومن القائم بالإدعاء، ولهذا الأساس لن أسكت، ليس فقط مثل ما قلت بأنه مجرد مسألة ازدراء بالأديان، لكن بقدر ما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، لأنه من أحد الحقوق الأساسية للإنسان هو حق الضمير. نعم. والتعبير عن الرأي واعتناق الأديان، فعندما تأتي أي جهة تستخف بمقدسات أي دين آخر، هذا طبعا انتهاك واضح وصارغ لمبادئ حقوق الإنسان. نعم. فما بالك إذا أنا في هذا المنصب ومسيحي واعتز بديانتي المسيحية، وخاصة في هذه الفترة سبل الأعياد، وأرى مثل هذا، بالتأكيد سوف لن أسكت ولن أتوقف، ويجب أن ينالوا جزائهم ويعتبروا عبرة على أن لا تتكرر مثل هذه الحالات في قادم الأيام. شكرا جزيلا استاذ. استاذ ضياء بطرس، رئيس الهيئه المستقله لحقوق الانسان في اقليم كردستان العراق، كيف هي كردستان العراق والعراق بشكل عام؟ نتمنى تنطينا صوره. بالنسبه الى كردستان. نعم. حقيقه الوضع امن. نعم. بالرغم من وجود بعض الاختلافات في وجهات النظر وبالمواقف السياسيه، حكومة الجديدة الكابينة الجديدة بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة مستقرة الوضع، تم إشغال كافة المناصب، اتحاد الوطني الكردستاني له مؤتمره، وبالتأكيد نتائج هذا المؤتمر سيؤثر على القرارات اللي موجودة في الساحة السياسية والعمل المشترك مع الأحزاب المشتركة في السلطة اليوم من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير. وأيضا أنا أعتقد أنه سيكون من مهام هذه الحكومة الجديدة بوضع برامج وخطط
من أجل تحسين بعض الأوضاع. نعم أن الوضع الاقتصادي في إقليم كردستان لا يزال ليس بالمستوى المطلوب، وهناك مشاكل بينه وبين الحكومة الفيدرالية لم تحل لحد الآن، وبالأخص حول ملف الميزانية والنفط والغاز، وبالنسبة أيضا إلى البيشمركة والقوات العسكرية، ومشكلة أخرى أكبر حجما، والتي هي ما تسمى بالمناطق المستقطعة أو خارج الإقليم أو مناطق اللي عليها نزاع. هذه طبعا كان أكو محاولات مع رئيس الحكومة السابق السيد الجديد الذي استقال الدكتور عبد المهدي، ولكن انه ما حدث من مظاهرات اليوم وما يحدث في الساحه السياسيه العراقيه واستقالته اخر هذا الموضوع. اما ما يحدث في العراق فحقيقه هي كارثه اجتماعيه، انتهاك لحقوق الانسان وحقوق ابداء الحريات. والمتظاهرين والمنتفضين من الشباب هي ثوره جديده، هي ثورة الفكر، ثورة الوصول إلى قناعة بأن الأحزاب الإسلامية الراديكالية بأي مذهب من المذاهب لم ولن تستطيع خدمة المواطن العراقي، وبدليل أن 16 سنة من الحكم لن يستطيعوا أن يقدموا شيئا من أجل حفظ كرامة المواطن العراقي، رفاهيته، وأيضا في محاوره الأساسية بالتعليم والصحة والتربية والأمور الاجتماعية لم يقوموا بشيء ملموس. فالشعب العراقي اليوم منتفض ضد ما يحدث، سوء الخدمات وإهانة كرامته وإهانة مشاعره، وما يحدث حقيقة في الواقع هو أكثر من ما تسمعونه أنتم في وسائل التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا. أستاذ ضياء، مداخلة. الآن في العراق وخاصة مساحة التحرير في بغداد، في الناصرية، بالولايات نقول الجنوبية، يصير قتل، قمع، خطف، اغتصاب لشبابنا، شاباتنا، الأهلنا بالعراق. أنت كموقعك، ولو أنت كردستان العراق، بس كرئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ما تقدر تسوي في الشيء توصل صوت هالشباب إلى العالم؟ إحنا بقدر ما يتعلق الأمر كقضية عامة تتعلق بالإنسان، لأن كل العاملين والناشطين في مجال حقوق الإنسان إذا كان هناك انتهاك للإنسان والإنسانية في أي بقعة من العالم فهي قضية عامة وقضيته. وفعلا نعم، نحن حدودنا الجغرافية في إقليم كردستان، ولكن لسنا في منأى ما يحدث هناك، ولسنا في حالة سكوت. نعم، بقدر ما يتعلق الأمر بالصلاحيات المخولة لنا ومن خلال لقاءاتنا مع القنصليات والمنظمات الدولية، وأنا قبل أقل من شهر كنت في جنيف وفي هيئة الأمم المتحدة في مجلس حقوق الإنسان، ومن أحد المحاور التي ناقشنا مع 173 دولة اللي هي أعضاء في مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة، وكان موضوع المظاهرات التي في العراق وعمليات القتل والجرح وعدد الشهداء المعتاد، وقمع بالأساليب الغير المرخصة دوليا والغير المسموحة دستوريا أيضا. هذه طبعا نحن نعم، ولكن أما أن نأتي بواقع الفعلي في داخل المنطقة لا، نحن لدينا تعاون مشترك واتصال مع المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان الفيدرالية في بغداد، وعلى تواصل مستمر معهم في المعلومات والأحداث وما يحدث هناك وبتقارير. نعم نحن معهم، لكن الدخول المباشر هذه هي من مهمة المفوضية وليست من مهمتنا حسب الموقع الجغرافي. نعم أستاذ ضياء، الكثير من الأماكن بالعالم وأيضا من العراق تنطون مساعدات للمتظاهرين، هل قدمتوا أي مساعدات للمتظاهرين ما عدا المعنوية اللي هسه أنت تطرقت عليها؟ تفضل. إحنا ليس من واجبنا ومن عملنا تقديم المساعدات ليس فقط للمتظاهرين وحتى للنازحين وكذا. نحن هيئة وطنية منظمة بقانون، موظفين يتقاضون رواتبهم حالهم حال أي موظف حكومة، فهذا غير مسموح لنا، لأن نحن لسنا منظمة خيرية.
ولسنا منظمة من منظمات المجتمع المدني، وبدليل أنه حتى إذا كان لدينا علاقات مع المنظمات الدولية الحكومية والغير الحكومية لا نتدخل بالأمور رصد الأموال والمساعدات وغيره غيره، لا، نحن علينا وواجبنا هو الرصد والمراقبة ووضع الحلول ووضعها بتقارير، وهذه التقارير ترسل إلى الجهات المعنية لأخذها، هم الأطراف المسؤولين على التنفيذ. نحن لسنا جهة تنفيذية، نحن جهة رقابية فقط. لهذا الأساس لا يسمح لنا وليس من منهاج عملنا حسب القانون بإعطاء المساعدات، ولكن نكون طرفا بين المتظاهرين وبين بعض المنظمات الأخرى للتواصل بينهم والاتصال، وعند ذلك القيام بما أنت سألتي. نعم، يعني هل قمتم في الشيء بأي عمل بهالوقت الحاضر؟ نعم، على المستوى المؤسسة نفسها، نعم. وأيضا أنا على المستوى الشخصي من خلال علاقاتي ومعارفي مع المنظمات الدولية، ومنها الهولندية والألمانية وكذلك أيضا السويدية، نعم. كحكومات ومنظمات، وولايات المتحدة الأمريكية أيضا لها دور بارز في هذا الموضوع، كندا دخلت على الخط، وأيضا لا ننسى أشخاص وأفراد من أبناء الشعب العراقي بغض النظر عن انتمائهم القومي أو الديني، العراقيين الموجودين بالمهجر أيضا كان لهم وقفات حقيقة وقفة مشرفة، وكثير منهم أرسلوا مبالغ وبعض الاحتياجات والأدوية والمستلزمات إلى المتظاهرين. هذا شيء مفرح يبين بأنه نحن كلنا مع الوطن، نحن نريد الانتماء الوطني، الانتماء الحقيقي للوطن، نحن نريد أن نرسخ مبدأ المواطنة الحقيقية، لا فرق بين عربي وكردي وكلداني ومسيحي وشيعي وسني، الكل يحمل الهوية العراقية، خلاص that's it، أنه إحنا عراقيين. هذا اللي يريده المتظاهرين اليوم، وهذا الشيء المفرح بمتطلبات على الحكومة أن تنفذ، لكن مع الأسف الشديد ما ألاحظه، هذا رأيي الشخصي، نعم. أتمنى أن أكون غلطان، ولكن أنا أرى سوف لن يتم تعيين رئيس وزراء، ويبقى الحال كما هو حكومة تصريف أعمال، نعم. البرلمان سوف يستعجل بخروج بقانون للانتخابات، وبعد ذلك تسمية المفوضية العليا للانتخابات من مجموعة من القضاة تقريبا 7 اكتملوا، بقوا 4 آخرين لم يتم ترشيحهم لحد الآن، بعد اكتمال المفوضية وبعد تشريع القانون من البرلمان، عند ذلك سيعلن رئيس الجمهورية الانتخابات المبكرة، ومن الانتخابات المبكرة سوف تتشكل حكومة جديدة. هذا سيكون ما أنا أراه من خلال خبرتي ومتابعتي السياسية، هذا الذي أراه، لكن النقطة المهمة، هل سيكون الوضع السياسي العراقي بعيدا وفي منع عن التدخلات الإقليمية وبالأخص من تركيا وإيران وأيضا الدور الأمريكي الموجود في العراق؟ هذه لها متابعات، وهذا ستدخليني سجنان في قضايا سياسية، ونحتاج إلى حوار سياسي مطول. أكيد أستاذ، بس يعني دقيقة من وقتك، معلومات كاملة، ولكن لا نريد أن نستغل هذا الوقت وهذه الأيام الجميلة القادمة، نعم. من أعياد الله ورسنا في هذه الأحاديث. أستاذ ضياء، فات يوم نسويك لقاء سياسي تتكلمنا على الوضع السياسي المستقبلي للعراق، بس مداخلة أخيرة لهذا اليوم، المكون المسيحي في شمال العراق، هل نحكي احنا لان انت شمال العراق متواجد الان، كيف هو الوضع السياسي او نقول وضع الامان للمكون المسيحي الان خاصة ايام الاعياد؟ اتفضل استاذ. ليس فقط اليوم وانما ايضا في سابق الايام والايام الاخرى التي مضت في اقليم كردستان، ليس لدينا اي مشكلة حقيقة. تعايشنا تعايش أخوي، تعايش سلمي، نعم. أعيادنا محترمة، نعم،
هناك مجموعة من الخطباء وإمام المساجد ينتهزون هذه الفرصة، يكفرون، يمنعون الأخوة المسلمين بتهنئتنا كون أنه هذا حرام. هذه موجودة بأعداد، ولكن حقيقة وزير الأوقاف والشؤون الدينية الحالي مشكورا له مواقف جيدة، وقبل هذه أيضا تحدثنا معه قبل هذه الأيام قبل فترة، أيضا أصدر مجموعة تعليمات. المشكلة أنه في إقليم كردستان لدينا أكثر من 5800 جامع، ومن هؤلاء 5800 طبعا لكل جامع إذا يكون هناك إمام خطيب واحد، هاي 5800 صحيح. هؤلاء الخطباء ليسوا كلهم موظفين في وزارة الأوقاف، أي بما معنى أن وزارة الأوقاف لا تستطيع التحكم بخطبتهم، وخاصة في خطب الجمعة. فقط لها الصلاحية على الذين هم مسجلين رسميا في الوزارة، وهؤلاء لا يتعدون أكثر من 2000 إلى 2500 أو أقل بقليل. أما الباقيين فهم مثل المتبرعين، فلا حكم عليهم. ولكن نحن مشكلتنا مع هؤلاء وليس منهم موظفين، لأن الموجودين فعلا التابعين لوزارة الأوقاف هؤلاء ملتزمين، لأنه في وزارة الأوقاف في حكومة إقليم كردستان يوم الخميس تحضر وتتهيأ خطبة الجمعة وتوزع إلى كافة المساجد عدم الخروج من هذا الموضوع، ويلتزمون بها. أما هناك أيضا مجاميع من الأحزاب الإسلامية الراديكالية المتشددة، هذه موجودة ليس فقط يمنى في الإقليم إنما في العراق وفي بعض الدول، حتى في لديكم في أمريكا. هؤلاء الذين لديهم متشددين، لكن بصورة عامة حقيقة الوضع جيد ومستقر ولا مشكلة لدينا. واليوم قداسات في الكنائس اللي موجودة في عنكاوة حاليا أنا هنا، وأيضا في المناطق الأخرى كلها هناك قداديس في الليل، وهناك قوات الأمنية والشرطة تحمي هذه الكنائس وتنظم السير. ولكن أيضا خلينا شوية أيضا نحكي ونتكلم، خليني أنا أجرك على موضوع أيضا يعني حقيقة يهمني. اتفضل. مع الأسف الشديد احنا مسيحيين، ولكن ايضا نحن نعتز بانتمائنا القومي ان كان كلداني او اشوري او سرياني، كل من يعتز بتسميته. مع الاسف الشديد لنواب الكوتا قبل فترة من الان عندما رفعوا وثيقة بالمطالبة بدرج اسم السريان، نعم هذا لا غبار عليه، نحن أيضا لسنا بالضد بأن يكون السريان أيضا اسم مثبتا في الدستور، ولكن ليس على حساب تغيير تسمية بقية الشعوب، بقية الأجناس. وعضو البرلمان نعم هو قد انتخب بأي طريقة كان، ولو أنا بين قوسين عندي تحفظ على طريقة انتخاب النواب الذين يمثلوننا في بغداد، لكن عضو البرلمان لا يحق له أن يتلاعب بمصير شعب، ولا يحق له أن يرفع مذكرة بتغيير اسم هذا الشعب. نعم من واجبه أن يدافع تشريع القوانين، تنفيذ القوانين، المصالح، الامتيازات، ولكن عندما تصل القضية إلى اسم شعب عليه أن يرجع إلى الشعب، يرجع إلى أطراف متعددة عند منظمات المجتمع المدني، من الأحزاب، من الكنيسة، من المثقفين، من الناس القوميين. هذا المفروض الإجراء السليم، ليس فقط في توقيع معين وقعته وانت تغير. وبدليل أن بعد فترة وبعد حدوث الاستياء الجماهيري لما حدث، وكلنا نعرف ماذا حدث في وسائل التواصل، غيروا الوثيقة مرة ثانية. إذن أنا حقيقة أعتبر أنه خلال 10 أيام برفع وثيقتين مختلفتين، هذا ما يدل على عدم دراية وإمكانية أعضاء النواب الممثلين عن الكوتا المسيحية بواجباتهم الملقاة على عاتقهم. نتمنى أن لا يكرروا مثل هذه الأغلاط مستقبلا. إن شاء الله استضياء. بس استضياء أنت تطرقت على أمر الجوامع والعاملين بالجوامع، قلت أكو 5800 واحد بس بحدود 2000 وشوية تابعين للحكومة، والبقية هم مثل متبرعين أو بخطب الجمعة مو مقيدين بالخطبة المعممة. خلي نقول أنت كموقعك
ما تقدر تطالب بالمركزية؟ أنا قلت لك المركزية هي موجودة في وزارة الأوقاف، نعم، ولكن المركزية يعني أنا حاليا رئيس لهذه الهيئة، عندي بالحدود 400 وكسر موظف. أي. عندما أصدر أي أمرا الموظفين التابعين لهذه الهيئة يلتزمون، وإذا عدم التزامهم يعرضون نفسي من العقوبات. نعم هكذا نعم. الحال أيضا. أما أي. الغير المنتمي والمرتبط إلى الهيئة، أنا لا ليس لدي علي سلطان. نحن قلت نحن مشكلتنا مع هؤلاء، وطبعا نعم. وزارة الأوقاف تعمل جاهدة أن أنه تخلق آلية حول أيضا السيطرة على هذه المواضيع. نعم هو هذا سؤالي. السيطرة اللي غير منتمين يعني لازم تخلون شروط مثلا أو موجودة طالب موجودة 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 الشروط وموجودة القوانين، نعم. وبموجب القانون يتم محاسبتهم، وخلال الفترة التي مضت بالأربعة أشهر السابقة، أربعة من هؤلاء في مناطق مختلفة في دهوك ومناطق من أربيل تم إحالتهم إلى التحقيق والمحاكمة، كون أنه كانت لديهم خطابات مشددة وتكفيرية للأديان الغير المسلمة. نعم موجودة هذه. شكرا جزيلا أستاذ، تعبناك ويانا. أعياد سعيدة ومباركة، وإن شاء الله بالأفراح، ودائما يكون عندنا وياك وقفات جديدة، وأكيد حنتصل بيك لوقفة سياسية عن الوضع الحالي بالعراق. أهلا وسهلا، وتحياتي لكم وإلى كادر راديو الكلداني، وتهنئتي الحارة إلى الجميع، صحة وعافية وسلامة، ميلاد المسيح، ميلاد الخير، ميلاد السلام. نتمنى أنه أن يترسخ السلام في العراق وفي جميع أرجاء المعمورة والعالم، لأن رسالة المسيح هي السلام، وإجا من أجل السلام. المجد لله في العلا، وعلى الأرض السلام، وفي الناس المحبة. شكرا جزيلا أستاذ ضياء بطرس، رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق. مستمعينا مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة.